ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة إن شاء الله فكرة حلوة جدا لرمضان وسهلة جدا. هنجيب كده الجزء اللي في آخر الإزازة بتاعة المية الكبيرة، قصيناه، بتقصيه بالمقص أو بتقصيه بسكينة بتسخنيه على النار. ولو هتعمليه على النار تلبسي كمامة علشان بيطلع ريحة جامدة جدا البلاستيك. قصيناها كده الجزء اللي في الآخر ده. الأجزاء التانية بتاعت الإزازة هنعمل إن شاء الله منها برضو أفكار تانية حلوة في فيديوهات تانية. هنجيب كده الشريط القطيفة ده وهنغلف بيه الجزء بتاع الإزازة. هنيجي كده نغلفه كله. هنستخدم برضو قماش الخيامية، بس هنستخدم جزء مش كبير، يعني لو عندك بواقي هتنفع معانا ان شاء الله. كده غلفتها اهي بالقطيفة. الجزء اللي تحت ده هقفله كله كده بالشمع كده. تحت ده كده قفلنا اهو الجزء القطيفة، وهنيجي كده بقماش الخيامية بجزء صغير خالص هنقفل الجزء البلاستيك ده اللي باين كده علشان المنظر وشكل الحاجة النهائي يكون شكله كويس. هنقفلها كلها. كده قفلت اهو الجزء اللي تحت بقماش الخيامية اهو علشان الشكل يكون كويس. الحرف بقى اللي انا لزقته ده الشريطين اللي وصلتهم ببعض دول القطيفة، هاجي هنا كده بقماش الخيامية البواقي اللي عندي عملت شريط وهقفل بيه كل الجزء اللي في النص ده. هاجي كده عند الوصلة الاولانية، كل الوصلات تكون في اتجاه واحد، همشي عليها كده كلها علشان تداري للوصلة وعلشان تديلي شكل كويس. عند قفلة الشريط عملت فيونكة كده من القماش اللي احنا مستخدمينه وقفلتها بالخيامية برضو، وهقفل عند الوصلة علشان تداري الوصلات دي واللزق اللي احنا عاملينه كده. امسكها من هنا واثبتها برضو من الناحية التانية بنقطة كده. هاجي برضو من عند الحرف ده، طبعا هيكون طبق رمضان بتاع العيش، العياشة بتتباع طبعا في المحلات دلوقتي، كل محلات حاجة رمضان بتبيعها. احنا طبعا مش هنشتريها، انتوا هتشوفوا الفيديو هتعملوا زيه، هعمل لكم كل الافكار بتاعه رمضان اللي بتتباع بره وان شاء الله تكون سهله عليكم وتنفذوها. دي العياشه اهي، بس لسه طبعا هنخلصها. هاجي هنا شريط القطيفه، شريط القطيفه ده هنقفل الجزء اللي على الحرف ده كله بيه. كده قفلت الحرف اهو بالقماش القطيفه اهو من جوه. بقى انا قصيت كده الجزء المدور الوحدة كلها على بعضها اللي بتكون في القماش الخيامية، وهعملها هنا، هلزقها هنا من جوه. حطيت الجزء الخيامية من جوه اهو، وهاجي الجزء الفاضل ده بقى اللي هو الفاضي ده هحط فيه شريط القطيفة. هيمسك معايا القماش كله وهيداري الجزء اللي باين من الازاز من البلاستيك. هنجيب بقى جزء من الكرتون كده، اي كرتونه عندك، وهنقيس عليها الدوران بتاع العياشه او الطبق اللي احنا عاملينه. هتقيسيه كده بقلم وهتقصيه وهنغلفه بقماش الخياميه والقطيفه اللي احنا مستخدمينه في الطبق علشان نعمل الغطا. انا عملته اهو بشكل سهل جدا وبسيط اهو.
غلفته، عملت جزء مدور من الكرتون وغلفته بالخيامية وقماش القطيفة، عملته بالشكل ده علشان يكون شكله حلو معايا، عشان هو اللي هيكون ظاهر احنا وقافلين العياشة. وده غطا بتاع ازازة الرش، غطيته برضو بالخيامية والقطيفة، وهلزقه في النص هنا علشان يكون الايد بتاعته، عشان انتي وبتفتحي وبتقفلي تمسكي منها. فكرة بسيطة خالص وسهلة جدا ومخدتش مننا وقت اهي اهي، شكله حلو قوي. ممكن بقى تحطي اي حاجة هنا، مثلا هنقص كده، نقص دي كده ونحطها. لزقت جزء اهو من الابيض اللي انا عاملاه الضفاير دي اهو، شكلها جميل جدا وبسيط وما خدتش منك شغل ولا مجهود. بدل ما تشتريها ببواقي الخيامية وبواقي اي قماش عندك، هتعملي بيه طبق العيش بتاع رمضان. شكله جميل جدا، ويا رب تنفذوه ويعجبكم. قولولي في التعليقات لو عجبكم، ولو عايزين اي فكرة تاني رمضان اكتبولي وقولولي اهو. وكل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان تشوفوا كل جديد، والسلام عليكم.